احنا جيت هنا باش نمد فكر. جيت هنا كماسينيسي، كإنسان متشبع بالفكر الماسينيسي، مؤمن بالماسينيسية. ما جيتش هنا باش يسمعوني ملايين وما يديروا والو، جيت هنا باش يسمعني واحد ويفهمني ويلحق الرسالة. بون نحيو بعض القمل اللي بيسركل هنا. دي فاصون لي مينابل يا جماعه سي سين دو بون سونتي، باسكو كوما جاوش لي مينابل كون البلاد مليحه. اي سي بوركو اون لوت كونتر لي مينابل. ولي مينابل كاينين على طول لي نيفو داير، يسونتروتيان ويعرفوا بعضهم الريحه تاعهم. خماج كيشم الخماج يعرفوا. اون فيريتي شاف اون فيريتي فينيرا بار تريونفي ان جور او لوتر. لو ماسينيزم ماشي انا نهضر عليه، الارض نتاعنا تهضر عليه، لا تيرا اون بارل، لي فيستيج اون بارل، الاثار تهضر عليه، التاريخ يهضر عليه، روم تهضر عليه، اتين تهضر عليه، ماشي احنا. كيفاش تفهم مقاويف لي ماسينيستا سي با اون كرياسيون ديزرايل؟ ديزرايل نيكزيست ميم با ا ليبوك. Il n'existait même pas comme entité ni comme nation. C'était un petit peuple asservi par Rome et Arajel. خلينا. القهوي ما تفهموش القهوي. القهوي pas la peine de s'adresser معها. Le marron, غير خليه. القهوي, c'est comme un néandertal. Il finira par disparaître. L'avenir est à l'homo sapiens. Ma t'chafsh. Ma t'chafsh. القهوي, ما... القهوي, y'a rien à faire. Ne sait même pas. Honnêtement, allez, ça. القهوي, ما t'sige معها. لا غالب إلي إمبرميابل لفهم القهوي. تي مبا با إلي إمبرميابل. مرسي الياس. بون مرسي جو رفيان. حاجة هادي مادابيا نشرحوها للناس. لما ندير مناقصة أنا أبيل دوفر، خاصة في أمور كبيرة، الإنرجي سولار ولا ليوليان ولا الهيدروجين ولا الهيدروكربور ولا حاجه كبيره. كي نقولوا حاجه كبيره ماشي قضيه المشروع كبير، قضيه سكون ابل لو سافوار تكنيك اللي يحتاجه المشروع هذا. الحمير نتاعنا بيان سور باش يسرقوا كي العاده، باسكو الكولون مخلي لهم كيما نقولوا حنا اون فوناتر دو تير يلعبوا فيها. خماسين يمشي يديو الخمسة تاعهم، ديروا ان ابل دوفر بور لينيرجي سولار. ماذا بينا حنا يحطوا لي كاي تشارج الشعب يقراهم باطل غراتوي، يحطوهم بيبليو لي كاي دي شارج تاعكم تاع لي زابيل دوفر. الدول اللي دير لابيل دوفر كيما الامريكان يدير دي زابيل دوفر بور دي سنترال نوكليير، فرنسا دير دي زابيل دوفر. بصح هاد الناس كي يديروا دي زابيل دوفر يحوسوا على شركات يحققوا لهم المشاريع هذيك بتقنيات عاليه باضعف الاسعار. علاش؟ لانهم هما متمكنين من التكنولوجيا. لكن حنا ماناش متمكنين من التكنولوجيا، دونك كي دير لي ابل دوفر باش يجي واحد يبني لي سنترال كلي اون ما، هاك عطيتو وسيلة التحكم فيا عبر لا سنترال هذه لانه انا جو نو ميتريس با. الجزائر ما تبناش بلي زابيل دوفر يا جماعه. لي زابيل دوفر يكونوا الشركات الوطنيه، مقاول جزائري رايحين نبنيو باطيمه، رايحين جو سي با قضية لي بيرو ديتود طرقات اي انكورا كي تعود حاجه يعني ماشي كومبليكي بزاف، لانه لا غالب لازمنا نكتسبوا الخبرات. بصح لي غرو هادو ما نديروش دي زابيل دوفر يا الحمير يا البعير يا الدواب يا البغال. اون في دي بارتناريا، اون سين دي بارتناريا وين كاين ان ترانسفير دو تكنولوجي، وين كاين ان ترانسفير دو سافوار، وين ولادي يستفادوا يقراوا ويتعلموا ونتمكن انا من التكنولوجيا هذه. نخدم معك بارتناريا 20 30 سنه
بصح بعد 30 سنه نولي مسيطر على التكنولوجيا هذه وبالك انا نولي نطورها وبالك انا نولي نحقق مشاريع كيما هذه في دول اخرين تكنولوجيا جزائريه بحته. تدار لنا ارباح خياليه غدو علاش؟ باسكو اون فوند لا تكنولوجي. اللي راه ما نحكيوش عليه غزوات النمور اللي راه كنا نحكيو عليه دوك يقول لك حنا شيعه وكذا اللي راه سي 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 ان ميراكل بارابور لومبارغو والمشاكل اللي عنده اسكي لا ريوسي افير اي سورتو دون دومين اغريكول اي سورتو دون لا جينيتيك دي سومونس. كنا نحكيو دوك على اللي راه خلات قاعد رجعنا ما نعرفوش ديجا محطينا كفاره لور لا زيد تحكي على ايران خلات حطونا ما نعرفوش دي مارشي يعني. دونك سي هذه حكاية لي زابيل دوفر يا جماعة ما على انترناسيونال ما يديرها غير حمار سراق. ابيل ا دي بارتناريا دي جوين فونتور اي سي با دي زابيل دوفر سي با دي زابيل دوفر il faut poser des conditions de partenariat et ouvrir les conditions de partenariat et permettre le partenariat mais avec des exigences algériennes nationales. على بالكم بلي الجزائر اخر دوله في العالم حبست ليسونس اللي فيه البلان والله ما على بالكمش عندها ما باس شهر ولا سبعه قريب داروا احتفال في العالم قال لك اخر دوله في العالم اللي صاي خلصت لها الاحتياطي تاع ليسونس اللي بالبلان اللي هو سام سام يعني الجزائر كملت 20 سنه وهي تسم في الشعب الجزائري بليسونس اللي بالبلان حوسوا عليها في لابريس انترناسيونال وهضروها في لي ميليو وين اصحاب الغازوال والمشاكل هذه تلقاوها تقراوها enfin le dernier pays à rompre avec l'essence libre plan الجزائر وي كاليوس القهوه يحطوه بيان سور يحط لك القهوه اللي يحكم في الجزائر باسكو يحط لك الابيض الابيض يفهم الابيض الابيض يفهم ويحشم ويعرف على اصله قهوه ما يحشمش القهوي ما يحشمش وما يقادرش وما يعرفش وموش مربي وحتى السرقه ما يعرفش يسرق يفزد وي اكزاكتومون قهوي سي سا واه مسيو احمد وي ليس انا بوما كونسيرنون لي زافي دابيل دوف تو ريزون ليس مي سي توت اون فيليير كي ديريير ils le font exprès on l'a déjà dit répété redit. Il est évident que si l'Algérie avait compris que le partenariat était essentiel, je pense que l'Algérie ne serait pas importateur de lait, elle serait exportatrice de lait avec ses partenaires étrangers. Et c'était tout à fait faisable dans les années 95-96. Même chose, Mahara, pourquoi? Tout simplement parce que tu ne pouvais pas dérégler un train qui était sur des rails. Les avis d'appel d'offres, c'est un train qui est sur des rails. Ils ne peuvent pas le dérégler, ils ne peuvent pas le faire dérailler.